السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. هنتكلم على إن الحاجة بتفك في الفريزر. بنبص مرة واحدة بنلاقي الحاجة فكت من الفريزر والتجميد بتاعه بيبقى ضعيف، يعني الحاجة نلاقيها بقت مفكوكة طرية معانا شوية كده، وفي قطرات مية زي ما احنا شايفين موجودة. المشكلة دي يا جماعة حلها بسيط، لازم نعرف السبب بتاعها، وحلها بسيط مش محتاجة فني ولا أي حاجة. أول حاجة بتعملها بيكون في شبكة هنا في خلف التلاجة أو الفريزر، بتشوفه كده بتلاقيه سخن من جميع للنهاية، والموتور شغال بتاع الفريزر طبيعي. طيب لو الشبكة دي مش موجودة بيكون مدفونة هنا في الجناب، بنشوف الجناب بتاع الفريزر ولازم تكون سخنة جامد كده. الفريزر مفهوش مشكلة فريون او مشكلة موتور، والموتور لو شغال وصوته العادي بتاعه يبقى كده الكهرباء مش ضعيفة، لان ممكن السبب يكون من الكهرباء الضعيفة. طيب ايه السبب التاني اللي ممكن يكون بيضعف التجميد وبيخلي الحاجة تفك؟ طبعا انا بتكلم على كل الفريزر، في فريزرات بنلاقي الإشارة الحمراء شغالة، وفي فريزر بنلاقي علامة تعجب، وفي فريزر ممكن نشوف احنا الحاجة بتاعتنا بنلاقيها فكت من غير حاجة. فأول حاجة بنتأكد من الشبكة سخنة بالكامل لحد النهاية كده، الفريون كويس، بنتأكد ان الموتور شغال وصوته الطبيعي كده شغال معانا. لكن السبب الحرارة الزيادة طبعا. بيكون الفريزر ظهره ده للحيطة، فدرجة الحرارة ممكن توصل ل 45 وال50، خصوصا في الحر دوت، لان المكان بيكون ضيق فبيحتاج تهوية. طب الحل بتاعه ايه؟ حتى لو شغال طول السنة معانا كويس وكل حاجة، ممكن نلاقيه فك لان الحرارة بتزيد عليه، المكان بيكون ضيق، السخونة بتاعت الموتور مع سخونة الشبكة بتخلي الحرارة في المكان أكتر، فده بيسبب ضعف التبريد. لأن الشبكة دي يا جماعة دي وظيفتها ودورها، إن كانت ظاهرة أو في الجناب الفريزر، دورها تبريد الفريون لما يخرج من الموتور. الفريون أو غاز الفريون بيخرج من الموتور على المواسير دي، فايدتها او الاستفادة بتاعتها ان هي مع مرورها في المواسير والهواء يمشي حواليها، حتى معمولة بطريقة ان الهواء يقدر يمر عليها، فلو الهواء لحد النهاية الفريون لو ما بردش مش هتدينا تبريد كويس، لازم يبرد لحد نهاية الشبكة هنا ويعدي على الفلتر ويعدي في الماسورة الشعرية اللي هي الماسورة الرفيعة جدا دي، لازم يعدي بارد علشان يضغط الفريون وهو بارد يدينا تجميد كويس. غير كده لو الجو حرارة فهيدخل سخن، فالتبريد هنلاقيه ضعف معانا لان الفريون ما بيكونش جامد جدا. فالحل اللي معانا الاول بنحط مروحة على الفريزر يبدأ يشتغل معانا كويس، او نفصلها شوية ونخليها في مكان جيد للتهوية، نبعد عن الحائط، نخلي فيه شباك مفتوح، نخلي لو مروحة سقف او حاجة قريبة منها المكان ما يكونش مكتوم، كده الفريزر هيشتغل معانا كويس. لكن مفيش مشكلة فنية ومش مستدعي انك تجيب فني يشتغل، والحاجة هتبقى كويسة معانا بالتعليمات ديت، وشكرا.